أفرج الاحتلال الصهيوني مساء الجمعة عن 39 معتقلا فلسطينيا من سجن عوفر ضمن اتفاق الهدنة بين حركة حماس والاحتلال، ومست العملية النساء والأطفال وفق بنود الاتفاق، ووصلت حافلة الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر إلى بلدية بيتونيا بالضفة الغربية وسط هتافات تدعو إلى نصرة المقاومة. اطلع دار هاي الشقه فيها شباب عندهم فايبر.